زي ما حضراتكم شايفين دي لقطات حصريه لشاشه قناه الاهلي وكواليس صعود فريق النادي الاهلي للطائره الخاصه المقله للفريق في رحلته الى المغرب استعدادا لمباراه الوداد. وزي ما حضراتكم عارفين ان الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي إير كايرو، وأيضا كل الرسائل اللي هتوصل لحضراتكم من هناك عبر شاشة قناة النادي الأهلي هي برعاية بنك سعيد البنك الرسمي للنادي الأهلي. كل اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي طبعا احنا بنعيش حضراتكم في أجواء رحلة الفريق بداية من هذه اللحظات، وحتى طبعا عودتهم سالمين بإذن الله بانتصار جيد وبنتيجة تكون إيجابية قبل مباراة الإياب بإذن الله تعالى، عشان يكون في أريحية نسبيا للصعود لدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. كل الكواليس زي ما حضراتكم شايفين على شاشة قناة النادي الأهلي، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في هذه الرحلة. لحظات والطيارة هتتحرك، وبإذن الله على مدار 5 ساعات أو بعد 5 ساعات من دلوقتي توصل البعثة لمطار كازابلانكا، وإن شاء الله بإذن الله كل الإجراءات المترتبه لاستضافه النادي الاهلي هتكون متوفره. وزي ما كان معانا سفير مصر في المغرب وقال لنا كل التفاصيل وايضا كل الاجراءات الاحترازيه معمول حسابها، كل الاستعدادات، ملاعب التدريب، فندق الاقامه، كل هذه الامور تم التنسيق ليها بشكل مبكر جدا زي ما احنا دايما متعودين من قبل النادي الاهلي ان هو بيرتب اموره مبكرا جدا عشان تكون كل الامور متاحه بالنسبه للفريق في جانب البدني وكل الجوانب اللي تقدر تريح الفريق قبل مباراه الذهاب امام فريق الوداد، وهي مباراه مهمه جدا. دايما مباراه الذهاب بتكون اهم لان بتعطي معطيات ايجابيه قبل مباراه الاياب. في كل الاحوال ايا كانت النتيجه الفرص هتظل قائمه في مباراه الاياب هنا في مصر، وباذن الله كلنا ثقه كبيره جدا، ثقه متناهيه في الجهاز الفني واللاعبين رغم صعوبه المهمه ورغم صعوبه المنافسه على بطوله دوري ابطال افريقيا. ان شاء الله باذن الله يقدروا يحققوا لنا اهداف جمهور النادي الاهلي الكبير والمتواجد في كل مكان بكل تأكيد. في هذه اللحظات زي ما حضراتكم شايفين كده الطيارة بتتحرك ولا لسه؟ دي لا، لقطات لوصول اللاعبين. ايوه زي ما احنا شايفين كده وصول اللاعبين للطيارة. لحظات اعتقد الطائرة تتحرك في اتجاهها لكازابلانكا. طيب 10 دقائق تحديدا بالظبط على الاقلاع وان شاء الله باذن الله يوصلوا بألف سلامة. افكر حضراتكم بقائمة النادي الأهلي اللي هتكون متواجدة في مباراة الذهاب أمام الوداد. في حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في خط الدفاع محمود وحيد، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني وأحمد فتحي، في نص الملعب عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، جونيور أجاييه، وصالح جمعة، حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان، وكهربا، وفي خط الهجوم مروان محسن وأليو بادي. هيلحق بالبعثة بكرة بإذن الله تعالى كل من جيرالدو لاعب النادي الاهلي الانجولي وايضا نجم النادي الاهلي علي معلول النجم التونسي واحد ابرز اللاعبين في صفوف الفريق. وفي الحقيقه اللاعبين كلهم لاعبين بارزين ومميزين جدا وان شاء الله يساعدوا بعض في تحقيق الاهداف وفي الوصول للدور النهائي، وكمان ان شاء الله يساعدوا بعض ويفرحوا جمهور النادي الاهلي بالفوز بهذا اللقب الغالي. بعثه النادي الاهلي زي ما حضراتكم ايضا عرفتوا هي برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وايضا متواجد في البعثه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي، وده لمؤازره اللاعبين والشد من اذارهم وايضا ل يعني تحفيزهم وخلق بعض الدوافع بخلاف الدوافع اللي هي كده كده طبعا موجوده عند اللاعبين قبل مباراه الوداد، وباذن الله يحققوا كل المراد. دعم جمهور النادي الاهلي يا جماعه ده امر مهم جدا هيكون غايه في الاهميه على مدار الفتره المقبله. طبيعي طبيعي جمهور النادي الاهلي دايما في ظهر فرقته، دايما في ظهر ناديه، وكل المناسبات بتثبت كده في الحقيقه. لكن احنا في مرحله حاسمه ومهمه جدا في اللقب الغالي، اللقب الافريقي المنتظر، وباذن الله باذن الله بدعم جمهور النادي الاهلي يقدر الفريق يحقق البطوله. طيب زي ما حضراتكم شايفين كده دي لقطات من داخل الطائره المقله لبعثه النادي الاهلي للمغرب، واضح جدا مدى التركيز اللي موجود على وجوه اللاعبين. شفنا قفشه، شفنا كهربا، البعثه الاعلاميه كمان موجوده، التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازيه كلها متوفره داخل الطياره. حسين الشحات كمان من ضمن اللاعبين اللي بيستعيدوا مستواهم بشكل مميز، مروان محسن، الشناوي، مصطفى شوبير احد اللاعبين المبشرين جدا في مركز حراسه المرمى، اجاييه، وباجي،
وفي واضح جدا التركيز والتفاؤل على لاعبي النادي الاهلي. خلاص هم دخلوا الاجواء، يعني احنا زي ما احنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي كده هم دخلوا اجواء هذه المباراه. شايفين صالح جمعه ومحمود وحيد، وصالح جمعه في الحقيقه عودته مكسب للنادي الاهلي طبقا لرؤيه مستر بيتسو موسيماني اللي هو عايز يستفيد منه بشكل كبير جدا على مدار المرحله القادمه. طبعا قرايه لبعض ايات القران الكريم من قبل حمدي فتحي احد ابرز اللاعبين ايضا في صفوف النادي الاهلي، احمد الشيخ، عمرو السوليه، الكل واضح ان هو جاهز في نوع من انواع التركيز واضح على وجوههم، لكن في نفس الوقت مش ضاغطين نفسهم بشكل ممكن يجي بنتيجه سلبيه، لا انت مركز وجاهز وقادر انك تحقق المطلوب منك، لكن في نفس الوقت الضغط اللي زياده على اللزوم ممكن يجي بنتيجه غير مرجوه، فبالتالي ثقه متناهيه والثقه موجوده في كل اعضاء الجهاز الفني واللاعبين. شايفين الكابتن سامي قمصان اعتقد ان هو بيصلي صلاه العصر في هذه اللحظات، وكمان اكيد شايفين اعضاء الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ، كل المتواجدين في البعثه، مستر جونسون طبعا المدرب العام للجهاز الفني في النادي الاهلي، اعضاء الجهاز الطبي والاداري بالنسبه للفريق، الامور كلها جاهزه، جاهزيه تامه في هذه الرحله وامور كلها مهمه. مستر ميشيل يعني يكون طبعا مدرب حراس مرمى النادي الاهلي واحد العناصر اللي اكتسبوا حب جمهور النادي الاهلي في الحقيقه، بخلاف الجزئيه دي كمان هو ليه دور كبير جدا في مستوى الشناوي علي لطفي. طيب خلينا نروح لكريم احمد في هذه اللحظات في مداخله سريعا، وهو على الران واي دلوقتي بيتحركوا خلاص، او الطائره هتتحرك خلاص في طريقهم للمغرب. يا كريم اهلا بيك من جديد. بجد تحيي الزميل امير، يمكن خلاص يعني على الران واي دلوقتي خلاص ان شاء الله باذن الله، بقى دعواتك ودعوات كل جمهور باذن الله باذن الله ان شاء الله نرجع منصورين باذن الله، النتيجه تكون ايجابيه للفريق النادي الاهلي، ربنا يحافظ على كل اللعيبه من الاصابات. خلاص يعني يمكن وانا بكلمك ممكن الشبكه تقطع، ان خلاص احنا على الران واي والطايره ان شاء الله باذن الله مساجه الى المغرب، ان شاء الله باذن الله نرجع منصورين امير. فتره كبيره جدا في كل لعيبه النادي الاهلي، والحاله اللي احنا شايفينها تنعكس علينا ان شاء الله، وكل يوم مردود كبير جدا باذن الله في هذه الظروف. باذن الله يا كريم تروحوا وترجعوا بالف سلامه وبانتصار غالي، وتحياتنا لكل افراد البعثه وكل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي في رحله المغرب. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، اعتقد ان احنا حطينا حضراتكم في الصوره بشكل كامل في كل هذه اللحظات اللي بتسبق سفر بعثه النادي الاهلي للمغرب، ان شاء الله باذن الله يرجعوا لنا بنتيجه ايجابيه تساعد في مباراه الاياب ومن ثم التاهل للنهائي واحراز هذا اللقب. خليني اقول لحضراتكم طبعا ان رحله قناه النادي الاهلي برعايه اير كاير هي المقله لقناه النادي الاهلي، وايضا كل الرسائل اللي هتوصل لحضراتكم من هناك على مدار الايام القادمه هتكون برعايه بنك سعيب، البنك الرسمي للنادي الاهلي. طيب دي كانت تغطيتنا الخاصه لكواليس ما قبل تحرك بعثه الفريق لدولة المغرب الشقيق، وأيضا لكل ما يتعلق بالفرقة وآخر الأخبار وآخر الاستعدادات وكل الأمور اللي بتهم جماهير النادي الأهلي خلال هذه اللحظات. خلينا أقول لحضراتكم كمان إن إحنا هنتابع على مدار برامج قناة النادي الأهلي النهاردة وصول فريق النادي الأهلي بإذن الله سالمين والبعثة كلها سالمين لكازابلانكا، ونشوف كل الكواليس أيضا هتكون على مدار اليوم النهاردة بخلاف الكواليس الأخرى اللي هتكون على مدار الأيام القادمة، سواء فيما يتعلق باستعدادات الفريق والتدريبات، كل هذه الأمور هتكون من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. خليكم متابعينا على مدار الايام زي ما انتم متابعينا طبعا خلال الفتره اللي فاتت كلها. طيب عايز اكد ان الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي هي اير كايرو، وايضا الرسائل اللي هتوصل لحضراتكم من هناك عبر شاشه قناه النادي الاهلي برعايه بنك سايب، البنك الرسمي للنادي الاهلي. دي كانت تغطيتنا، وقبل ما نختمها لازم ندعي كل الدعوات ونتمنى التوفيق ل النادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم تحديدا في رحلته في المغرب ومباراه الذهاب امام الوداد، وباذن الله باذن الله كلنا ثقه فيهم ان هم يحققوا كل اهداف وطموحات جمهور النادي الاهلي في كل مكان، وهنتابع كل الكواليس زي ما حضراتكم متعودين دايما من خلال رحله النادي الاهلي في المغرب، بس كل ده هيكون حصري على شاشه قناه النادي الاهلي. دي كانت تغطيتنا، استنونا في تغطيات اخرى وكواليس اخرى تتعلق بالنادي الاهلي ككل من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. إلى اللقاء.